ونذهب إلى عمان حيث ينضم إلينا أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في أكويتي جروب. أحمد، أسعد الله أوقاتك بكل الخير، ودعنا نبدأ من الفيدرالي الأمريكي. ولا صوت يعلو فوق صوت أمريكا اليوم، حيث بيانات التضخم وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي. ماذا نترقب في بيانات التضخم؟ يبدو أن هناك توقعات بتراجع معدلات التضخم إلى قرب 4%. ماذا لو حدثت المفاجأة؟ هذا من جانب. هل من الممكن أن يغير الفيدرالي من وجهة نظره وقراره؟ نعم، صباح الخير كريم. نعم، بالنظر إلى أرقام التضخم اليوم نتوقع أن تسجل بعض التباطؤات أو حتى تباطؤات تعتبر جيدة جدا لو حصلت. انخفاضات من 4.9% إلى 4.1% يعتبر رقم جيد جدا إلى للمؤشر الرئيسي. المؤشر الأساسي الذي يعاني منه الفيدرالي الأمريكي أو حتى الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة، لا يزال عند المستويات المتوسطة. متوقع أن يسجل بعض التباطؤات من 5.5% إلى 5.3%. بالمجمل كريم، أرقام قد تعتبر جيدة جدا. أميل إلى التفاؤل أن يكون الرقم بارد، الرقم ناعم بالنسبة لرقم التضخم، نظرا لأن أرقام الخدمات كانت قد سجلت بعض الانخفاضات، أرقام حتى الإيجارات للمأوى قد سجلت انخفاضات والتي كانت قد سجلت ارتفاعات في الفترة الماضية. مؤشر مديري المشتريات الخدمي من ناحية قد سجل انخفاضات والذي انعكس على التضخم الخدمات بشكل قوي جدا. انخفاضات من الذروة 8% لمؤشر تضخم الخدمات. عند النظر إلى جميع هذه الأرقام، حتى البطالة التي سجلت بعض الارتفاعات 3.7%، عند النظر إلى فيليبس كيرف عندما سجل البطالة ارتفاعات فأرقام التضخم تسجل انخفاضات. فبالتالي بعض الأدلة إلى أن التضخم قد يسجل أرقام باردة، أرقام ناعمة، وبالتالي قد تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة. لما لا أن تكون التوقف عن رفع أسعار الفائدة، لكن الجملة المحببة بالنسبة لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيرام باول بأن متابعة أرقام الاقتصادية مهم جدا. فبالتالي قد تكون هوكيش بوز أو توقف صقوري بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، وعود بإمكانية عودة لرفع أسعار الفائدة فيما لو عادت أرقام التضخم لتسجيل ارتفاعات. هذا طبعا لو جاءت أرقام التضخم اليوم كريم بشكل متباطئ. أحمد، طبعا بالنظر كريم إلى دعنا نضع السيناريو آخر، سيناريو ربما يكون متشائما بالنسبة للأسواق. ماذا لو خالف الفيدرالي التوقعات وكان لديه رغبة في إبطاء التضخم أكثر والوصول به لمستويات 2% ورفع الفائدة ب 25 نقطة أساس، رغم أن التوقعات في هذا الأمر حتى الآن توقعات أقل من توقعات التثبيت؟ ماذا لو فعل ذلك؟ كيف ستكون ردة الفعل؟ نعم كريم، كما ذكرت 25 بالنقطة أساس هي ليست بشكل كامل مستبعدة عن طاولة الفيدرالي الأمريكي. 25% يتوقع المستثمرين. حتى بالفترة الماضية على ما أعتقد هو الاجتماع الأكثر تقلبا باحتمالية رفع أسعار الفائدة، لاحظنا التقلبات من التوقعات من 25 إلى حتى 90% بالنسبة لعمليات رفع أسعار الفائدة. فيما لو جاء الفيدرالي الأمريكي بنغمة أو برفع أسعار الفائدة بشكل لم يتوقع الأسواق، بكل تأكيد قد تكون قوة بالنسبة للدولار الأمريكي. لكن بكل تأكيد كريم يجب متابعة الدات بلوت أو الإيكونوميك بروجكشن، المنحنى الاقتصادي. الفيدرالي الأمريكي على ما أعتقد لديه تولز، أدوات موجودة في اجتماع الشهر الحالي لن تكون متوفرة في اجتماع الشهر القادم. الدات بلوت أو تصويت الأعضاء بالنسبة لعمليات رفع أسعار الفائدة الناتج المحلي الإجمالي التضخم قد تكون أداة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي لكي يعكس رغبته بإمكانية رفع أسعار الفائدة لو جاء التضخم. فعلى ما أعتقد كريم البوزنج أميل له من وجهة نظري، لأن الأداة الموجودة هي الدات بلوت، التصويت المنحنى لن يكون موجود في شهر 7. لكن لو جاء الفيدرالي الأمريكي بشكل غير متوقع ورفع أسعار الفائدة، نعم سوف تكون قوة للدولار الأمريكي، مع إمكانية حتى أن يرفع التيرمينال ريت، سعر الفائدة النهائي الذي يتوقف عند 5.1%. قد يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى دفعه إلى 5.3%. فيما لو جاء الفيدرالي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة قد يرتفع بشكل أكبر، مما قد يعطي ليس فقط نبرة صقورية، لا بل توجه صقوري أيضا بالنسبة للأسواق كريم. طيب دعنا نذهب لأيضا أسواق الأسهم تحديدا، يعني ناسداك، على خلفية وعلى أثر ما نشاهده من توقعات بتثبيت الفائدة في انطلاقة صعودية قوية بالنسبة للناسداك لجلسات متتالية، وأيضا الأس أن بي برفقاته، ولكن الناسداك نتحدث عن أسهم التكنولوجيا على سبيل التحديد. كيف ترى هذا التوجه بالنسبة لمؤشر الناسداك ولأسهم التكنولوجيا على خلفية تثبيت معدلات الفائدة بحسب التوقعات؟
نعم كريم، عندما ننظر إلى المؤشرات الأمريكية في عام 2023 على ما أعتقد أن الشركات صاحبة القيمة السوقية الكبيرة كانت مهيمنة مسيطرة على الأسواق. بالنسبة حتى للمواضيع التي فيها هوس تريندينج بالفترة الماضية كانت هي المؤثر الأكبر بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. على ما أعتقد بأن المؤشرات الأمريكية لن أقول قد بالغت بتسجيل الارتفاعات في الفترة الماضية نظرا لأن أسعار الفوائد سجلت ارتفاعات والمستثمرين يتجهون فقط إلى ربحية الأسهم في الفترة الماضية. نعم ربحية الأسهم في فترة مخاوف الركود تعتبر ممتازة جدا في الفترة الماضية كريم، لكن لو نظرنا إلى أنها أرقام متابعة فقط الربحية على ما أعتقد هناك شيء مفقود بالنسبة للمستثمرين بالنسبة لتداول المؤشرات أو متابعة المؤشرات عند النظر إلى الحالة الاقتصادية، مخاوف الركود القادم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بعد دخول التقني الركود التقني بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فعلى ما أعتقد قد تكون هناك ميل سلبي خاصة مع إمكانية توقف عن رفع أسعار الفائدة، لكن الوعود بعدم تخفيض الفائدة كريم مهمة جدا لدفع المؤشرات بشكل سلبي. الفوائد المرتفعة بكل تأكيد ضد المؤشرات صحيح. ضد ربحية المؤشرات، فعندما يتم الوعود بكل تأكيد الوعود إلى استمرار عمليات الفائدة طيب. أو الفائدة المرتفعة على ما أعتقد قد تضغط بشكل سلبي على المؤشرات أحمد الأمريكية. بما أنك ذكرت الاتحاد الأوروبي وأوروبا، ننتظر خلال هذا الأسبوع الخميس اجتماع للمركزي الأوروبي، كيف تنظر أسواق لهذا الاجتماع مع التوقعات برفع معدلات الفائدة والاستمرار في ذلك؟ نعم كريم، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هي الأرجح بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكن المعضلة القادمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي على ما أعتقد بدأت واضحة جدا هي الهارد لاندينج وليس السوفت لاندينج، محاولة السيطرة على أرقام التضخم في بالوقت الذي يسجل فيه النمو انخفاضات سلبية جدا، النمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بشكل سلبي في الربعين الماضيات، فعلى ما أعتقد الهارد لاندينج بدأ واضح لكريستين لاغارد الآن، رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس قد يكون وارد جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكن أعتقد أن النبرة قد تكون بعض الشيء حمائمية لم نلمسها في الاجتماعات الماضية من كريستين لاغارد عندما ذكرت بأن أرقام التضخم ومحاربتها لرفع أسعار الفائدة سيتطلب العمل الكثير، فعلى ما أعتقد قد تكون النبرة حمائمية هذه المرة في محاولة مخالفة الكيرف أو المنحنى المتوقع لأسعار الفائدة، فيما لو النمو الاقتصادي استمر بالأرقام السلبية فعلى ما أعتقد مهم جدا أن يوازن بينها الاتحاد الأوروبي بين عمليات رفع أسعار الفائدة والنمو من جهة أخرى كريم. أشكرك أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في أكويتي جروب.